أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الكريزي تاكسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت رايح فين في الهرم؟ أقول لك أنت رايح فين. تقول أنا رايح فين؟ رايح قول المساحة. أنا رايح المساحة هرم. يعني جنبها. قيوم الله اكبر حي لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك. اسمك كريم ايه؟ مصطفى. ما شاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مصطفى مصطفى ما شاء الله مصطفى يا ابني انت مشاكل؟ ايه هي المشاكل؟ مشاكل كبيرة أوي كبيرة أوي وداخل على أزمة نفسية محبطة 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 لا إله إلا الله. أنت شغال إيه؟ سواق تاكسي ولا إيه؟ علي السكوت وعليك الكلام وعليك السمع وعلي السؤال عليك السمع وعلي السؤال. أنت بتمر بأزمة مالية يا عم. ومين في البلد ما بيمرش بأزمة مالية؟ كده جبت التايهة يعني؟ وعندك مشكلة كبيرة هي مشكلة الأم في حياتك. أنت بتحب واحدة اسمها نرجس. نرجس دي جارتك ساكنة في العاشر. أنا ما عنديش دي معاشر أساساً في العمارة. مش في العمارة بتاعتك، في العمارة اللي في وشك. لا لا لا. أوعوا تأذوه، أوعوا تأذوه. الله أكبر حي حي. مدد مدد يا رب مدد من العدد مدد من العدد. لا إله إلا الله. يا عم ركز في سكتك يا عم مصطفى. يا ابني انت عندك مشكلة. بستر عليا ربنا يا ابني اللي بيستر مع الشيخ الحالك اللي طريقه كله مسالك بفضل الله بفضل الله تعالى. الله اكبر. ايه؟ تبقى كده ان شاء الله. أنا مش هروح صيدليات تاني؟ ماشي ماشي. تعريف واحد اسمه البراغيتي. الإيه؟ البراغيتي. البراغيتي؟ البراغيتي. تصدق تصدق آه والله. هزر هزر براحتك. تصدق عمال أنهرش من البراغيتي. تاريني إمبارح وأنا نايم. البراغيتي البراغيتي البراغيتي. سمته الأساسية هي القرص السريع المريب. آه صح. قرص سريع مريب. تعرف واحدة اسمها أمل؟ دي أخت نرجس؟ لا بنت خالتها. ما تنكرش. ما قالتليش على بنت خالتها. ما تنكرش. يا عم هو أنا قادر على نرجس لما أقدر على بنت خالتها وأنا أخش على العيلة كلها؟ هي نرجس بس خلاص. الشيخ الحايك اللي فريق كله مسالك وحشني يا شيخنا وحشني يا شيخنا وحشني يا شيخنا. عرفتك وحسيتك وشميتك. اركب اركب يا ولدي. اه يا شيخنا. اركب يا ولدي اركب يا ولدي. افتح يا شيخنا. اركب يا ولدي. اه يا شيخنا. اركب يا ولدي. اه يا شيخنا. بركاتك يا مولانا. بركاتك يا مولانا. حي لا اله الا الله. مربوط بقالي 20 سنة يا من مولانا. غير ما تقول عارف. مربوط بقالك 20 سنة. ايوه يا شيخ. ولفيت على مشايخ مصر كلها. كله يا شيخ. وقابلت عيل صغير عنده 12 سنة قال لك روح للشيخ الحالك. الشيخ الحالك اللي طريقه كله مسالك. قعدت تدور كتير من الصعيد لحد اسكندرية. حصل يا شيخ. حصل. قابلت في الطريق مهالك. قابلت في الطريق جبال وديان وتلال. حصل يا شيخ. عديت قاومت بلعتك الارض الناعمه واللي طلعك منها كان معاه جمل اشقر. حصل. جمل تحس انه مهجن روماني على افريقي. بركاتك يا شيخنا. حصل. وقابلت في الطريق بنت اسمها عبيد. حصل. بص في عينيا كويس. بص يعمل السكه. بص في عينيا قوي يا عم. بص في عينيا ما تقلقش. بص في عينيا. بص بص لي. هو عيدك ما تلمسوش انت قارب. لا اله الا الله. شوت علينا. بص عليك يا عم.
ياس 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 فك الرب فك يا فريد فك يا زنجير تسليم بريد لا انتوا شوية نصابين انتوا الاثنين اتفكت الرب يا عم اتفكت يا عم اتفكت اتفكت الله اكبر يا عم نزل ايدك يا عم اركب قطر صغنطوط الله اكبر اركب قطر صغنطوط انت هروح اركبه هناك بعيد عن الميدان اركب قطر صغنطوط يا عم بقول لك ايه افتح الباب انت عندك هبوط انا عندي هبوط في القنف عندك هبوط في الزعبوط يا عم انت مال امك انت عندك هبوط في الزعبوط عندك احباط تحت البار اركب قطر صغنطوط الله يبارك لك يا شيخ يلا يا عم يلا يا عم بس خليك معايا نزل ايدك حالك بقول لك ايه ايه ده عليا اوعى حراميه 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 انا لازم اطلع اللي عليه انت حرامي شكلك راجل مجنون هاكل وراك هاكل وراك عشان تجيب ورك نمله صغير تحطه عشان تسيب نرجس انت النهارده نرجس مش هتحلك نرجس هتحلك يا مصطفى ده انا هعمل فيك زي ما بعمل في نرجس يلا اوعى بس والله بص دي كاميرا بنصور والله العظيم ده بنصور برنامج كوميدي اسمه كريزي تاكسي نذيع الحلقه دي ولا نذيع؟ نذيع يا عم صباح الفل صباح الجمال صباح القشطه والعسل عامل ايه؟ وصباح الرضا صباح الرضا وكل صباح وانت طيب يا باشا حبيبي شكلك يا باشا مش غريب شكلك مش غريب عليا ما انا بشبه عليا برضه والله انا كنت بحسبك بتشبه عليها حبيبي اقسم بالله عسل عسليه يا باشا الله عسل يا معلم عسليه بالسمسم حبيبي اقسم بالله حبيبي كنت باكل منها في سويسرا لسه خارج من سويسرا عقبال عندك في سويسرا ربنا يا عم يكتبها سويسرا عليك. البلد سويسرا البلد دي بقى ربنا ما يكتبها على حد بس ثلاث ايام ما سويسرا البلد يعني. بتاعتنا انا بقول لك ربنا ما يكتبها على حد بقى الحمد لله يعني. الحمد لله ربنا ما يكتبها على حد انت ايه اللي دخلك سويسرا اصلا حكاية عند البيت وبتاع وانا اتخذت كده ايه تخفيله يعني عيل بيحلو وسط الموضوع وكنت نازل اسلك وبتاع عيل ايه بيحلو كده في نص الشارع على 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 الناس صحابي وبتاع وايش فجأة نزلت اسلك وبتاع هدي وخد دي وهدي وبتاع ركبتها له في رقبته بالغلط هما ثلاث سنين والحمد لله انا خلصت على ثلاث سنين مشاجرة يعني هو ما ينيب المخلص التقطيع هدوم الا سويسرا ماشي الا سويسرا ربنا ما يكتب على حاجه حبيبي يا فندم كم واحده بقى بيتفضل الو يا حبيبي طالع الليله ان شاء الله لا الحوار ده ما تقسمش لا المره دي ما هو المره اللي فاتت انا اللي قمت بالليله كلها وانا اللي دغدغت الفرح وقفلت الليله وقفشت في الليله دي كلها 500 جنيه طب وبعدين طب ما ناخد المصلحه الحاليه من بابها لا يا باشا بقول لك ايه ما انا مؤاخذه يا باشا لا خد راحتك ما تخلينيش اتخن صوتي وعن الناس جنبي ومعايا شباي طب يا باشا نتكلم في الحوار ده كمان شويه يا باشا اسلم الطرف واجي صباح الصباح واللي جاي احسن من اللي روح سلام يا صاحبي سلام مؤاخذه يا باشا تقول لي ربنا تابع عليا وانت ولا ربنا تابع عليك ولا اي حاجه يا عم انت رامي ودك معاه ليه لا مش رامي ودني ما انت اللي عمال بتتكلم طب بس الله يصلح حالنا وحالك يا عم ودعينا كده في صلاح الحال والرضا ما انا بدعي لك ربنا يصلح حالك ما في الدنيا انا عندي ملا عندك فيه يا صاحبي ما تكبش حد لا مؤاخذه يا اسطى معلش ما عايز نركب معايا لا مؤاخذه صاحبي معلش هنركب معايا عشان لا مؤاخذه يابا يا عم انا معايا زبون يا باشا معايا زبون يا باشا لا مؤاخذه صاحبي معلش يا صاحبي معايا زبون يا عم معلش لا مؤاخذه صاحبي انت رايح فين يابا انا رايح في اي حته معاكم انما انا مستعجل اصل انا راجل قصدي مستعجل فين رايح فين لا مؤاخذه يابا يا عم في ايه يا جدعان مش معلش يابا طب يا صاحبي خلي بالك الحوارات دي لا اله الا الله يا جدعان الحق احلاوي استنى يابا 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 استنى على حالك كده عشان الشغل ده انا خلصته من ثالثه حضانه يا عم اخويا الشغل ده خلصته من ثالثه حضانه والراجل ده معايا معاك ايه الراجل ده في حياه الحق احلاوي الراجل ده خلي بالك بيقف عند امي عند المدرسه وده ايوه اللي بيقف عند اخته وده يا جدع انا عمال اقول لك التيل لام الصبح بتقف عند اخته في المدرسه قدامك
افهموا ايه؟ من اول ما راكب معاه برضه عايز افهم بس. من اول ما راكب معاه عمال اكلمه في الدين واقول له ربنا واقول له حرام عليك، عمال يقول لي بص النسوان وامرض بص على النسوان عيل فاجر تستعيل. بقول لك يا بلاوي اكل ودنه بس على نفسك يا عم. نروح لاخته ليه عند الدرس؟ نروح لاخته ليه؟ هنا على جنب بعض مش هنركن يا عم على جنب هنا. انا رجاله انا لو مكانكو ما حلوش الا لما يكتب عليها. يكتب عليها اكتب عليها اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وزوجته واختك وزوجته من اخته. اخته ايوه اخته اصلا. ايه ده 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 خلاص 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 الشاهد 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 عايزين يتعالجوا يا حاج ابراهيم العباسيه. يا عم شهيد 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 يا عم بس وركز يا عم في الطريق يا عم ارجع. وزوجتك اخته زوجتك ايه ده يا عم الحلو؟ بقول لك ايه ده اعرفك تماما؟ قول لي نفسي اعرف تماما. ايه ده يا عم؟ يا بنت الزواج مني هزعلك واجيب ناس تزعلك. انت بقى اللي مش عايز تتجوز اخته يبقى انت على نفس الغلط. اجيب الناس عشان انت الشاهد يا ابني. يا عم اتجوز اخته. اتجوز اختي مين يا عم؟ بس 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 اه يا عم انا بروح لاختك المدرسه. ده انت فاجر بقى. يا عيني انت كده ده انت كده اصل ايه يا عم اصل ايه يا عم؟ حبك ده انا هسحبك يا عم هسحبك. انت مغنيين يا عم ايه؟ سيبه كده يا عم انت بص قدام حتاله ارجع هنا وزه 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 حط يلا امك حتاله اركن يلا على جنبي انا يلا اركن يلا على جنب. بس مش قادر نجيب حته بس والله العظيم انا زعلت. ايه ده يا عم هتتجوز؟ لا بص اتجوزوا انتوا بعض. ايه ده ايه ده يا ولد؟ يا عم بتعدي يا حداد يا ابني. يا حداد يا حداد يا حداد يا حداد بالكهرباء ده الزواج مين يتجوز؟ اتجوز وزه ولا تقلب على بطه؟ اتجوز وزه احط العيال دي عشان انت طلعت عيل شرير. لا لا هعزمك انا على كتكوت. كلمني كتكوت؟ هتتجوز انا كتكوت؟ اه انت كتكوت. ايه ده؟ ربنا انتوا مجانين انتوا الثلاثه مع بعض كده مجانين. اقول لك يا واد انت مش انا مش هحل لك. ايوه طب انزل وريني يا يعني انزل له وعلي كده انا مش هحل لك. انا مش هحل لك يا رحمة. انا مش هحل لك عارف ليه؟ عشان انت بتقول عليا كتكوت. اوريك مين الكتكوت. بقول لك ايه هوب 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 اقف يس خدي التاكسي يا ابن الحرام. خلاص خلاص احنا بس يا ابن الحرام بالهزر ده انت حرامي تاكسيات ده حنا بنصور. زيع ولا ما نزيعش؟ زيع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين في المانيا ان شاء الله؟ مانيا الروضه يا باشا. مانيا الروضه تحت امر حضرتك. الله يبارك. معلش بقى انت زي ما انت شايف الجو عشان امتحانات وكده. فالبنات معايا النهارده في التاكسي بما ان يعني معاك ما تعرفوش انا شغال النهار والله يعني مدرس بعد الظهر. التاكسي دي التوب كده ايه. يلا يا بنانيت يلا يا مستر. صلة الارحام في دولة. السلوك العام في دولة. صلة الارحام كده انا مفضل. ده مش شغل حضرتك ومفضل ولا انزل ولا ايه؟ طيب حضرتك بقى تمشي كده عاقل عشان خاطر ايه ما ينفعش. طيب خلاص خلاص اخر مره تاني. لا ولا اخر مره. صله الارحام في دوله. السلوك العام في دوله. والسيره السيره والسيره. باشا باشا بتكلم عشان بكلمك. عمو شكله مستفز وعايز يضايقنا. عايز يعطل دراستنا وتعليمنا. لوزر 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 باشا بقول لحضرتك انا هركز خلاص في الطريق. حضرتك قول لهم يلا حضرتك اديهم الدرس. يلا قول لهم السلوك العام. يلا 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 قول السلوك العام. قول لهم السلوك العام. السلوك العام يلا باشا. مش هينفع كده والله. ايه اللي مش هينفع؟ والله ما ينفع. مالك حضرتك متضايقني؟ انت فاضي؟ مش عايزك تجد. بقول لك يا باشا جاي من الشغل تعبان عايز اروح. خلاص خلاص ما تضايقوش عمو هيجيب لكم شيكاليتا.
لا نسيها 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 هذا الطعام ماشي على الطوابق ان شاء الله. تعبان يا اخويا معلش مؤاخذه في الدنيا معايا بس مؤاخذه معلش. طب بلبع حاجه؟ لا يا صاحبي انا مؤاخذه معلش. انا بقول لك يا صاحبي انا اسف يعني معلش مؤاخذه يعني عشان كنت شارب ممكن لا خالص والله يا صاحبي انا ممكن انزل على جنب بس كده ايه عامل حمام هنا بس على جنب عامل حمام عايزين نروح يعني عايزين نروح متاخرين حمام بس على جنب هنا عندي يا صاحبي على جنب هنا عامل حمام مؤاخذه بسرعه بقى لو سمحت والله على جنب عشان بس محصور عايز اشخ ميه لا مؤاخذه يا باشا لا مؤاخذه لا مؤاخذه معلش يا باشا لا مؤاخذه فين دست الميه لا مؤاخذه يا صاحبي خمس دقايق خمس دقايق ايه يا عم دقيقه دقيقه يا صاحبي لا مؤاخذه من الوقت ده يا عم الساعه كام تعبان في دماغه شكله شكله شارب ستروكس اهو جاوب مؤاخذه يا باشا اتاخرت شويه ده مين ده؟ مين ده؟ لا اله الا الله طريق صعب انت ايه ده عملت عمومه جديته ليه؟ جديته ازاي يا صاحبي؟ يا الميه كانت نفخك؟ ميه ايه يا حبيبي اللي كانت نفخاني؟ ايه حبيبي؟ سيبك منه بقى عشان بيحرق استنى يا عم سيبه بقى سيبه روق على حالك شويه روق على حالك ايه سامعني ولا سامعك؟ اما بقول لك ماشي خلاص يا اسطى بعد اذنك شوف طريقك بقى انا شايف طريق طب شوف طريقك بس كلم يا حبيبي ببقك ايه؟ لا ما تتكلمش بايدك ده منين يا شبح؟ منين؟ انا من الحته اللي ما تعرفش تروح لا اروح اي حته يا صاحبي طب ايدك يا حبيبي في جنبك ايدك انت يا حبيبي ايدك في جنبك انت يا عم انت بتتغاب ولا ايدك في جنبك هتعرف دلوقتي يا عم مش هتعرف حالا هتعرف مش هو ايه بس في ايه؟ دلوقتي حالا هتعرف يا صاحبي تعرفني قوي سواء طب اركن على جنب طيب مش هركن بقول لك اركن على جنب يا انت هو يا اركن على جنب بس يا بقول ايه يا عم في ايه هفرجك ايه يا عم اقف العربيه يا عم انت تقف عم اقول لك اقف يا عم في ايه طيب يا ابني ولا ولا ايه يا عم والله كده يا عم طب اقف يا اقف العربيه يا عم اقف يا عم يعني ايه انا هتموتني انا اقف العربيه دي اقف ولا لك يا عم والله مش هنسى يا عم ام العربيه ما تموتش ليش انا عارف يا ولد يا ولد انت انا هعرف انت منين يا ولد هتعرف دلوقتي بقول لك من ايه ولا يا ولا يا انت كنت عايز تحبيط ولا ايه يا عم 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 تاكسي من علي الرماح تاكسي من علي الرماح يا عم التاكسي من علي الرمال طب افتح الباب طيب ولا 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 عم سارين التاكسي من علي الرمال بس يا ولاد ولا 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 نزيع ولا نزيع أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من الكريزي تاكسي وحلقة خطيبتي ما تضايقهاش نور الدنيا بقى حبيبي انت شبه فنان اه والله صح؟ اه مين بقى؟ والله شبه الفنان أحمد عز احمد رزق احمد رزق لا مش احمد عز ايوه والله من زمان هو بيقول لي كده بس حلوه مش احلى من
لا ما انا بحب الناس اللي رايقه دي اللي بتروق على حالها. يعني انت بتروق على حالك حبيبي يا صاحبي. انت شكلك شاب روش وجميل حبيبي. يعني ولا عيل فلاشه ولا عيل فرجي، لا عيل حلو والله. يعني ايه عيل فلاشه؟ فلاشه يعني هارد ديسك يعني فرجي يعني. الله اكبر عليك. انا خلي بالك انا عاجبك قوي في انت عجبتني جدا. الله اكبر عليك. تعرفت منين؟ باين عليك. باين. الله اكبر عليا. الله العظيم انت سكر. بس ايه الدنيا ناشفه مفيش حاجه طريه ليه؟ عشان الجو حر بس. ده هو ده عزه. بس انت شبح حمد عز. يا سلام يا سلام حمد عزه. لا ونقول له اغنيه من الاول بقى. ايه بقى؟ بيتربى في عزه حمد عز. لا طارق عزه بقى ما تهزرش معايا. عجبتك اتربى في عزه طريق عزه. لا ما تهزرش بقى انت. لا مش هسلم. لا عيب. لا ما يصحش. لا عيب. لا انا مش هسلم بقى عيب عليك. ومصعب انت عوان. اقسم بالله انت راجل محترم. انت بتدرس هنا في حصري؟ اه. جوه الجامع؟ جوه جوه الجامع. بس شغل زعارير شغل على الجرف والوفه نحن. ايوه اجرب بالله. الواحد شاف العجب. خلاص طيب بقى ممكن نطلع. نطلع فين؟ لا ممكن نشد. ما لا لا ما بطلعش. ممكن نمشي. اه انت عندك حاجه حلوه. انت بتنقل كده يعني من اول على الربع على طول. خلاص يا عم انت بتجد عليا ليه يا عم؟ انا ما بجدش انا حلو. طب معاك سجاير انت؟ مين سجاره؟ معلش ولعت بقى يا باشا. انا عايزك ولعنا لو معاها عيش سجاره بقى. ولعت ولعت بايظ. ايوه يا خلاص خلينا بقى حاطين بقنا بقى. بقول لك ايه، اخد بس عضلك السجاره اللي بتشاور دي ولا خدها لو سمحت. ممكن بس تاخدني في طريقك انا نازله اخر الشارع يا باشا؟ ده انا لو مش رايح اروح كبس التكنس ان شاء الله. هتقوطه. لا استنى استنى انا معاوز اسال. السجاير بتضايق حضرتك؟ عادي ندخن؟ ماشي والله كلك ذوق. صباح السكر والعسل. صباح القشطه. لا يا باشا ما تنزلش بالك. ايه انا حضرتك رايح مشوارك هخلصك وما تنزلش. ماشي يا صاحبي. ماشي بالك يا باشا. ايه يا نهار ابيض. لا ده كده كتير. اقسم بالله احمد عز ولا احمد رزق بقى بقى. احمد عز ولا احمد رزق؟ والله نهني نهني. لا الا شويه رزق بقى يعني مش انا لوحدي. وبعدين الشباك بنجي. اطلع بس عشان ما ايه. ما اه منط من الشباك. ملأ. عارف الملأ؟ اه زي الملف كده؟ زي المدأ. اه عارف المدأ؟ لا انا عارف المدأ. والله انت اللي سكر اقسم بالله. بقول لك ايه؟ اوصله اكتوبر بقى ولا اطلع اوصلك انت الحوار بتاعي؟ ماشي؟ قشطة؟ خلاص احنا مع بعض. ركز في طريقك والنبي يا باشا. سيب المراية. يا عم انا مركز في طريقي. يا عم شاغل بالك ليه؟ مالك يا عم؟ يا عم انا ما مشغلش بالي. ما تولع بيها. انا عايز اوصل. تولع بمين؟ بص براحتك يا روح. بص براحتك. بص براحتك. قمر اقسم بالله مش محتاجة تبص في المراية اساسا. اقسم بالله. باشا معلش انا اسف. انا اسف دقيقة واحدة يعني طلب غالي شوية. اه. الاستاذة بس تيجي جنبي. حضرتك ممكن ترجع ورا؟ معلش انا اسف. انا قليل ادب. انا من اكتوبر. انا من بولاق. ايوه طب ايه دخل بولاق يا عم؟ انا بقول لك يا عم انا قلت عايز مش عايز صوت. ايه اللي مش عايز صوت؟ مش عايز صوت في ايه يا روحي؟ لا يا روحي لا يا روحي روقي. اهدي على حالك كده خالص. اهدي على حالك. انا هتفاهم معايا. انا هتفاهم معايا. اتقل يابا بس. ايه يا بطل بس؟ بطل ايه؟ انا هفرجك البطل حالا. تعالى فرجني البطل يا صاحبي. هو في ايه يا باشا؟ مالك اركن على جنب. طب مالك يا باشا؟ يلا يا باشا يلا ننزل. لا مش هننزل. ننزل ليه؟ انا بقول لك يا باشا ترجع ورا. يا عم ارجع ورا انت عبيط. يا عم انت عبيط. انت هو انا وراني ايه اللي ورا؟ انت قابل ولا ايه؟ بقول لك خطيبتي. انت خطيبته؟ اه خطيبتي.
خطيبتك وتقول لك تعالى وصلني مش عارف لفين. ايه يا عم وانت شايل بالك ليه يا صاحبي؟ ايدك في جنب كده. لا لا انا ايدي اتمد في اي حته. لا انت ايدك يا عم. انا ايدي اتمد في اي حته يا عم عشان خاطر على الحرام من ديني اقتلك هنا. والله على الحرام من ديني كمان مره يا عم. ما تعمليش كده بس على حالك. يا عم ما تعمليش كده على الحرام من ديني. اروح مديك بتدي مين ده؟ ام الدره. طب هتبع على اسمع مني يا عم. اسمع مني انا قلعتهالك. قلعتلي؟ لا مش عايز يا عم. نفس ايدك بس كده. انا ماليش في القلع يا ابني. هضربك يا ابني. مين بس يا ابني؟ هضربك اقسم بالله. طب اتكل على الله. تعالى يا حبيبتي سيبك منه. يا حبيبتي ما تتكلميش معاه. ما تتكلميش معايا يا روح. طب بقول لك ايه؟ اقسم بالله امر. طب بقول لك يا عم بص لي انا. يا عم بص لي انا. بقول لك يا ابني هضربك. يا ابني يا ابني هضربك على الحرام من ديني. يا عم اقول لك على حاجه. اقول لك على حاجه. انت راجل بقى. شفت دي؟ والله لا شفت دي. عليا الحرام من دينا. شقه نصين. شقني يا عم. يا عم هشقك نصين. بقول لك يا ابني هضربك. يا ابني يا ابني يا ابني انا مش عارف عشان بقول لك ايه. بقول لك ايه انزل لك ايه. تعالى بقى. طب انزل يا نزيع ولا نزيع؟ يا باشا نزيع. والله نزيع. والله انت راجل سكر حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه؟ عامل ايه يا عمنا؟ الحمد لله والله الحمد لله. ايه ده جو حر؟ اه جو حر يا حريرة. اه امر المريرة سر كبير في اصل الازمير. ايه؟ الحر بيخلي واحد يقول كلام مع محمود. اه جو حر. الجو حر. جو حر والدنيا نار ومفيش امر من الانتحار. ايوه ده حكايه مروه. طريق لا باش على دماغي. طريق طويل والامل قصير وقتاتي نميرة واسمها صغيرة وعندها السهارة هي تزير وحارة. انت منين صح؟ انا من كعبيش. كعبيش؟ اه. ايه كعبيش؟ كعبيش دي في الهرم. رجالة كعبيش ادخل وعيش. انت شبه مارادونا على فكرة. حبيبي بتاع الكورة. حبيبي حبيبي. والله محدش قالك انت شبه مارادونا؟ لا بصراحة. ازاي بقى انت كده مالكش في الكورة بقى؟ مارادونا بيلعب في انجولا. مارادونا بيلعب في انجولا؟ اه دلوقتي محترف في الجونه. والله بيلعب حارس مرمى باك شمال. حاجه بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا؟ اه انا فني ذكور. ايه يا باشا؟ فني ذكور. يعني ايه؟ نجار انت. هتحور. فني ذكور يا عم. انا محدش يعرف يعني ايه فني ذكور. يا عم انت بتحور حويره. زي الدنيا حر حريره بتحور حويره. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي محمود. محمود ايه ده يا محمود؟ انت اسمك ايه بقى؟ اسمي علي. مش عارف اسمك ولا ايه يا عم؟ لا ما عندي اصل انا عندي اسمين. اسم دلع واسم حيف. علي ده اسم في المتواب. يدلعولي يقولولي يا هولاكو. هولاكو؟ اه هولاكو عشان انا دايما هما في المنطقه عندنا بنسميني هولاكو جنكيز خان. اه عشان جنكيز خان كان جدي. يعني جنكيز خان كان جدي وكان بيحب شجرة الدرة. يا عم في ايه؟ عايز انا جعان جعان. افتح لك ايه؟ افتح دي افتح دي افتح بابلو افتح بابلو افتح لك اه افتح بالراحة افتح بالراحة. سيب دي عندي 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 هتعاد مالي هتعاد مالي كلها. ايه ده يا عم؟ هتعاد. ايه ده؟ هتعاد ميه؟ اه بتاع ايه؟ ايه؟ ايه يا عم؟ هتعاد مش ليش؟ مش ليش؟ هتعاد. اتفضل يا عم. ايه يا عم؟ يا عم احمد الله فاضل. ايه؟ ده ايه يا عم؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه يابا ده؟ يا يابا ده بس يا عم. واحد الله واحد الله. في ايه بس؟ في ايه يا عم؟ في ايه بس؟ اهدى بس. اهدى يا عم. اهدى بس. اهدى يا عم. اهدى. في ايه يا عم؟ اهدى. طيب في ايه بس؟ مين اللي فكه؟ مين اللي فكه؟ فك مين يا عم؟ انت فكيته ليه؟ فكيته ازاي؟ بس كده يا جماعه. بس يا عم انا مش عارف. هو قال لي افتح الدرج وبعد ما قال لي افتح الدرج. يا عم ايه ده بس؟ في ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ اسكت خالص يا عم. ايه ده؟ اسكت. ايه اللي انت هتعمله؟ اسكت اسكت. ايه اللي انت
انت بتعمله له ده يا عم؟ انت ايه هو كلب بتربطه يا عم؟ بس ايه يابا ده؟ بالراحه بالراحه يا عم بس. في ايه؟ بس يا عم اهدى. ايه ده بس؟ هو ماله؟ طيب نوبك نوبك كبير. ماله ايه نوبه كبيره؟ ايه النوبه الكبيره يا عم؟ استنى ايه نوبه ايه يا عم؟ انت ربطت له ايه؟ ليه انت ربطت له ده؟ النوبه الكبير يا عم. تعرف الكل اللي انت ربطت له ده؟ بس ايه ده بس يا عم؟ في ايه بس؟ وحد الله. طيب في ايه؟ لا 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 دلوقتي الدوخه بس يا عم. روق بس كده اهو. روق ربنا يستر عليك. ده ايه اكمل ولا ايه؟ انا اوصلك. حاضر حاضر. وايه ده؟ هسيبك هسيبك هسيب كل حاجة. هسيب ايه طيب؟ عايز سمع كيف انا ولا مش بضايقك؟ مش بضايقك والله العظيم. انا بس تعبان شوية يا عم. انا بتضايقني ولا حاجة بس انا مش عارف. انا مش عارف يا رب. اليوم ده اليوم انا من ساعة ما اصطبحت بخالتي وانا عارف. طب بقول لك ايه طيب؟ ما تنزلني طبعا على اي جنب. نزلني على اي جنب الله يبارك لك والنبي. على اي جنب كده ونزلني يا عم. حاسب يا عم هتعورنا يابا الله يبارك لك. بقول لك ايه؟ يا لا اله الا الله يا جدعان. يا عم في ايه؟ يا عم في ايه بس؟ لا لا يا عم. طب اهدى بس. في ايه يا عم؟ وحد الله يا عم. لا اله الا الله يابا يابا الله يبارك لك. طب افتح الباب نزلني كده ولا ايه الباب يا عم؟ يا عم الله يبارك لك. في ايه؟ طب نزيهو؟ ايه؟ رد بسرعة يا عم نزيهو.